السلام عليكم. راح نديرو اليوم رولي سكالوب محشي بالسلق والفرماج، ونرافقو معاه صلصة تجي روعة. هنا عندي سلق قصيته رقيق بهذا الشكل، عندي كمية من الثوم راح نستعمل غير نصها، عندي زيت زيتون وفلفل أسود وملح. هنا في مقلة رايح نحط تقريبا ملعقتين من زيت زيتون، ونحط السلق، رايح نزيد النصف الكمية تاع الثوم، هنا تقريبا 4 حبات ثوم، نستعمل غير 2 حبات ونخلي 2 من بعد نحتاجهم. رايحة نحط رشة من فلفل أسود ورشة من الملح، نقلي شوية ثوم وحدها، ومن بعد نخلطهم كامل مع بعضهم، نخليهم غير يذبل شوية ونحيه. السلق ما يطولش في الطياب تاعو، هنا رايح نغطي عليه ونخليه على الاقل 3 دقائق 4 دقائق ونطفي عليه ونخليه يبرد. من جهة عندي صدر تاع دجاج، عندي مايونيز وزنجبيل وراس الحانوت وكركم وموطارد وملح وفلفل اسود، رايح نجيب صدر تاع دجاج رايح نقسمه على 2 بهذه الطريقة، راح نجيب بلاستيك أي نوع عندكم تاع بلاستيك تحطوه، أنا استعملت هذو اللي نلقاوهم في ساشية تاع البوراك، الورق تاع البوراك، خبيوهم تحتاجوهم. راح نزيد نحط عليه وحدة، ونجيب مطرقة ولا بالحلال بهذه الطريقة، غير بشوية تحاولوا ما تقطعوش، بشوية بشوية حتى يتحل. كما قلنا اللي ما عندهاش المطرقة تستعمل الحلال، انا بدلت المطرقة الاخرى فيها الحديد، الحديد نشوف فيه كي شغل راح يقطع لي الدجاج تاعي، اما هذه خير، تحاولوا غير بشويه برك باه ما يتحلش لداخل. انا نحلو حتى يولي رقيق خلاص بهذه الطريقه، نعدلو على شكل مستطيل، نحاول نلمو عند بعضه باه نحشيوه بهذه الطريقة. راح نغطيه نحطه في صحن ونخليه يرتاح في الثلاجة حتى نكمل نوجد له الطلية اللي راح نطلي بها، وميم طون يبرد لي السلق تاعي بعقلو ونجيبو. انا رايح نحط 2 ملاعق تاع مايونيز،
مايونيز راح تخلي لكم السكالوب تاعكم يجي طري ويجي بنين، ومن بعد كي طيب راح يطلق الصلصة. حطيت 2 ملاعق كبار رايح نزيد 2 ملاعق صغار من الموطارد، رايح نزيد 1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل، ملعقة صغيرة من رأس الحانوت، وملعقة صغيرة من الكركم، كمية من فلفل أسود وملح، ملح، ومن بعد نحطو فلفل أسود، وتكون الخلطة تاعنا واجدة. وكمية من الثوم اللي كنا خليناها 2 سنات تاع ثوم. راح نخلطهم مليح، ونجيب سكالوب تاعي، وهنا السلق راني راهو برد وحطيته في صحنة. رايحة ندهن سكالوب تاعي بهذيك الخلطة اللي درناها، مارينيوه مليح، حاولوا ندهنوا كل سكالوب باه يجينا بنين ويجي طري. انا نخليو نصف الكميه لصدر دجاج اللي بقى لنا، من بعد نكملو. هنا كما تلاحظوا انا دهنتو كامل، ما خليتش حتى بلاصه. راح نحط نصف الكمية تاع السلق، نوزعو على الطرف تاع الدجاج تاعي كامل، هنا اللي ما عندوش سلق يقدر يستعمل فرماج اللي تاع الحبات ولا، ويحط معاه شويه زيتون يعني كفكره. انا مرفه ساعات نستعمله هكاك ما يعودش سلق، ندير غير فرماج ومعاه زيتون، نرحيهم مليح بالفرشيطه وندهن بيهم الدجاج تاعي، ومن بعد نحط طرف هكا تاع فرماج يجي في النص ونروليه ويجي روعه. هنا جبت فرماج قصيته حطيته هكا في الطول باه من بعد كي نقصو يجي يبان، يجي في النص. نروليه بهذه الطريقة، نبقى نساعد روحي يعني بالبلاستيك، البلاستيك راح يساعدكم بزاف. انا جبت بلاستيك غذائي، رايحة نعاود نبدلو نحطو فوقو وندهنو بشوية موطارد بالخلطة تاعي باه يجي بنين حتى من الفوق ويتحمر لنا مليح، كيف كيف من الجهة اللي من التحت.
نغلفو مليح بالبلاستيك الغذائي لازم تحاولوا تغلفوه مليح خلاص باه ما يسيحش من بعد الصلصة يطيب فيها والصلصة اللي تدير تبقى لداخل. تبقى في وسط البلاستيك حنزيد نحلو ونحطو باه يتربطو حتى الجوانب مليح. حاولوا تغلقوه مليح خلاص. بهذه الطريقة نغلق عليه نضغط من الجوانب مليح نحاول نعطيه شكل مدور لازم يجي اسطواني بهذه الطريقة باه يجي الرولي تاعنا مليح. نضبط عليه مليح خلاص حتى نلحق الشكل اللي نحبه ونغلق عليه من الجوانب في زوز بأحكام باه ما يتيسيح تسيحش الصلصة اللي فيه والفرماج يبقى لنا لداخل. انا رايحة نجيب لي ساشي اللي نطيبو فيهم الدجاج نحمرو فيهم الدجاج تاعنا في الفور راح نحط فيها الرولي ونغلق عليه. راح تشوفوا معايا كيف راح نحطهم. هنا اللي ما عندهاش لي ساشي تقدر تحطو في بابيا الومنيوم وتحطو في المول تخليه يتحمر كيف كيف نفس النتيجة. وشي هو البابيا الومنيوم ميخليهش يتحمر هاد لي ساشي خليوه يتحمر لكم تما مرة واحدة كي تحطوه هكا مكلاه تزيدو تحلو عليه وتخليوه يتحمر. البابيا الومنيوم يطيبه لكم مليح بصح من بعد لازم تنحيوه تحلو عليه تخليوه يتحمر وعسوه ليولي يبس. مي لي ساشي هادو يخليوه طري ويتحمر هو داخل الساشي ويحافظ لكم على الصلصة تاعو كاملة. وهذه هي هنا نجيب المول نحطو وبنفس الطريقة راح نكمل الطرف تاع الدجاج اللي يبقى ونحطهم في الكويزينير يطيبو. انا جبت الدجاج تاعي راح نحلو نكملو بنفس الطريقة. انا كملتو بما طولوش الفيديو نحطو تقريبا ساعة في الفور حتى تشوفوه تحمر. هنا حليت عليه هو طلق شوية صوص مش بزاف وزدت له شوية كريم فراش وعدت عندي لاصوص روعة كريم فراش باش تجي لاصوص بزاف. ورافقت معاه شوية بطاطا مقلية قصيتها شوية خشينة نقصت لها في الغاز وطيبتها مليح أحسن ما ترققوها خلاص. هكا يجي شوية طبق يجي وافي كفي العائلة. هذه الصلصة تجي روعة زدت لها كريم فريش ولا تقدروا تزيدوا شوية لهذيك الصلصة اللي تخرج لكم من الاخر خاطر يذوب الفرماج و تزيدوا شوية حليب نصف كاس تاع حليب وتخليوها تغلي شوية تجي روعة ولا كريم فريش احسن واحسن. وهنا كونوا خلصنا الوصفة تاعنا تاع الرولي. ان شاء الله يعجبكم هذا الطبق. اذا عجبكم خليوا لي كومنتير على الاقل تشجعوني. الى اللقاء مع وصفة اخرى ان شاء الله. مع السلامة.